أحسن الله إليك. يقول السائل: ما مذهب أهل السنة والجماعة في إحاطة الله عز وجل بالخلق؟ هل يصح تخصيصها بالقدرة والقهر مع أنها أطلقت في قوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط؟ محيط بالخلق علما وقدرة وإرادة ومشيئة، أو محيط بهم من كل المعاني. نعم، أنت تحصل لي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.